وولفسبورغ، والآن يتقدم. نجح فعلا بالتسجيل هذه المرة من علامة الجزلط. ونشنوش ينقذ مرمى أهل طرابلس من كرة خطيرة بضغط من البيروفي أندري كاريو. روبن نيفيز يا ولد، حلوة من روبن نيفيز عند سالم، ولكن يقطع تيري. منطقة الجزاء لروبن نيفيز اللي سدد، نزلت لميشائيل ما زبطتش. روبن نيفيز الحمدان يرجع في الجانب الأيسر إلى روبن نيفيز. نيفيز يلعب الكرة العالية، نيفيز في الجانب الأيسر بجواره عبدالله الحمدان، لعب لعبدالله اللي بيهيئها إلى روبن نيفيز. نيفيز يلعب كرة عالية حلوة لميشائيل. يا راجل يا العارضة تمنع الهلال من الهدف الأول من نيفيز. كبير الكرة باتجاه البرتغالي نيفيز، يا سلام على الرؤية، النظرة إلى الهداف في مالكوم، إلى الهداف في مالكوم يا لعيب. الكرة بتعود من عبد الله إلى روبين، هذا واحد من الأجوبة قد يكون. ردت يا مالكوم، لا زالت للهلال، لدى روبين، لدى نيفيز يا لعيب. الله حائرة، لا زال محاولة عند بيتروفيتش، لكن يأمن كويس منصور البيشي في وسط الملعب، اتقطعت ادي الكرة الى وحيث سفج وراسياته الراسية. الله كون حاضرا يوم السبت هكذا مع الكرة. ياسر يرجع ياسر من جديد، ادي هنا اللمسة عند روبن نيفيز، يلعب العرض حلوة بيتروفيتش. بيتروفيتش المترو، كرة عرضية دائما وابدا ما تكون رأسه. من جديد سعود سافيتش حط الكرة للأمام، سعود عبد الحميد كنترول، سعود يحاول الهجوم، المحاولة نيفيز جول. الله الزعيم يستعي ذكريات رادوي، يستعي ذكريات إدواردو، الكرة بالجول، الهلال يتقدم عن طريق نجمه البرتغالي الدولي روبن نيفيز. يا سلام لعبة معلمين.